الراديو 90 90 هواها مصري. المان سيتي كمان امبارح 7-0 على شالكة، ونتيجة تقيلة جدا على شالكة رغم ان هو كسب 3-2 في ماتش الذهاب. حقف معاكو عند جوارديولا كمدير فني، لان جوارديولا بيأكد انه مدير فني على مستوى عالي جدا، مش بس مع برشلونة والتيكي تاكا، لا ده كمان راح بايرن ميونخ حقق ما حققش يحقق دوري وكاس، بس ما حققش الشامبيونز ليج. راح المان سيتي في اقوى دوري في العالم وقال لهم انا اصبروا عليا شويه، خد الدوري السنه اللي فاتت، والسنه دي راح معدي ليفربول وماشي بطريقه هشرح لكم رونالدو بيفكر ازاي. رونالدو دايما عنده جوارديولا دايما عنده جزء ابداعي في التفكير كمدرب. كره القدم فيها شقين، فيها جزء علمي مرتبط بالعلم زي علم التدريب، الجانب البدني ده علم لازم تشتغل عليه، في كمان السبورت سايكولوجي بعلم النفس الرياضي ده برضو علم، لكن في كمان جانب ابداعي، في جانب ابتكار المدير الفني ازاي يستغل قدرات اللعيبه، ازاي يبقى في تاكتكس معين هو بيشتغل عليه لمواجهه المنافسين وهزيمتهم، ازاي يدافع وازاي يهاجم، ازاي تطلع من كل لاعب اقصى قدرات سواء في الجانب النفسي علشان تعلي وتعمله موتيفيشن، او اذا كان بيلعب كورة عنده موهبة عنده مهارات عنده قدرات خاصة ازاي تطور الاداء. دايما جوارديولا هو قاعد حتى بيتفرج على الماتش تلاقيه بيفكر، والمدرب لازم يقعد يفكر. لو المدرب اشتغل على انه موظف كده بيروح الشغل ويمشي يبقى مش هيقدر يحقق نجاح. جوارديولا من المدربين اللي هيفضل على مدار تاريخه بيفكر في كرة القدم، بيطور فيها، بيبدع فيها، بيبتكر فيها، ده جوارديولا مع المان سيتي، عشان كده بيهدد فعلا ليفربول في الدوري. كمان مان سيتي في الشامبيونز ليج هتلاقوه بيحقق وهيوصل، ممكن يوصل فاينل وممكن ياخد البطولة السنة دي المان سيتي.